المنتخب الثاني معانا وهو منتخب كوت ديفوار. طبعا منتخب كوت ديفوار حصل على اللقب مرتين، المره الاولى سنه 92 والمره الثانيه سنه 2015، اتاهلوا لكاس العالم 3 مرات. خش بقى على طول على ارقام المدرب بتاعهم ابراهيم كامارا، عنده 53 سنه وهو مدرب يعني ايفواري، يمكن احنا بنشوف في الفتره الحاليه كوادر افريقيه كتير في التدريب، يمكن منتخب كوت ديفوار دايما كنا بنشوف مدرب اجنبي، دلوقتي لا، ماسكهم المدرب ابراهيم كامارا. ونركز مع منتخب كوت ديفوار لانه مش واخد حقه، منتخب قوي جدا، يمكن هو ماسكهم من سنه من 1 يناير 2018، لعب معاهم كام مباراه؟ 8، كسب 5، اتعادل 3، ما خسرش ولا مباراه، مدرب كوت ديفوار معاهم ما خسرش ولا مباراه من 8، جابوا 15 هدف، استقبلوا 5 اهداف، شباك نظيفه 4 مرات. دي نقطة مهمة قوي ان هو ما خسرش ولا مباراة، ودي اول نقطة قوة معانا ان معاهم مدرب كويس، مدرب ايفواري ما خسرش ولا مباراة زي ما قلنا، دي نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية نخش في التشكيل على طول بتاع منتخب كوت ديفوار. الحارس بتاعهم جو بيلعب فيه مازيمبي الكونغولي، بيلعبوا 4-3-3، ودي على فكرة او 4-3-2-1 بتعمل نوع من الستارة الدفاعية والتأمين. جوبوهو بيلعب فيه مازيمبي، ابراهيم كومارا بيلعب فيه الوداد المغربي، وده في الاغلب دخل مكان إريك بايلي اللي الاصابه طبعا اللي هيغيب عن بطوله الكاس الامم، مدافع مانشستر يونايتد. المدافع الثاني كانون بيلعب في الدوري الهولندي، الباك اليمين سيرجي روري بيلعب في توتنهام الانجليزي، والباك ليفت بيلعب كولوبالي بيلعب في اسك ابيجان. ممكن نشوف ان سيرجي روري يستعين بيه كباك ليفت، مش شرط يعني زي اشرف حكيمي ساعات بيلعب باك يمين وساعات بيلعب باك شمال خاصه مع المنتخب. الارتكاز هم عندهم وسط ملعب بيجمع ما بين الشباب والخبرة والمهارة. الشباب في مين؟ في فرانكي كيسي اللي هو رقم 8 بيلعب في الميلان، عنده 22 سنة. اللي جنبه جان ميشيل سيري بيلعب فين؟ في فولهام الإنجليزي. السيري دي طبعا ده كان في بازل السويسري وحاليا برضو في الدوري السويسري، كان زميل محمد صلاح ومحمد النني في بازل السويسري. الثلاثة الأمامي وهو الثلاثي المرعب ومعهم واحد برضو بديل مرعب زيهم بالظبط، نيكولاس بيبي اللي هنتكلم عنه، وده واحد من اهم المفاتيح. تاني هداف الدوري الفرنسي، جايب كام جون مع ليل الفرنسي؟ نيكولاس بيبي جايب 22 هدف، رقم كبير جدا. التاني ماكس جرادل، وده الناس هتستغرب ازاي هو مش هو الراجل مدرب كوت ديفوار بيعتمد عليه كورقه رابحه اكتر، لكن ماكس جرادل اللي هو اكتر لاعب اللي هو رقم 15 اكتر لاعب لعب مشاركات دوليه مع منتخب كوت ديفوار وبيلعب في تولوز الفرنسي. اما المهاجم جوناثان كوجيا دوت مهاجم استون فيلا الانجليزي زميل احمد المحمدي، وده واحد من ابرز اللاعبين مهاجم كوت ديفوار جوناثان كوجيا. ده يمكن تشكيلتهم المتوقعه 4-3-3 زي ما احنا شايفين. احنا زومنا على الصوره جبوه وقلنا الثلاثه اللي قدام نيكولاس بيبي وقلنا ماكس جرادل اللي هو ناحيه الشمال وقدام جوناثان كوجيا بيلعب في استون فيلا. ابرز اللاعبين عندهم مهمين قوي، 4 في غايه الاهميه. منتخب كوت ديفوار من المنتخبات القويه اللي مش واخده حقها اعلاميا، منتخب قوي جدا. ابرز اللاعبين عندهم هنبص نلاقي زي ما قلنا اول واحد مين؟ نيكولاس بيبي، او شوف الصوره بتاعت ابرز اللاعبين هنبص نلاقي اهي ابرز اللاعبين هنبص نلاقي على طول نيكولاس بيبي زي ما قلنا بيلعب في ليل الفرنسي، وقلنا جرادل بيلعب في تولوز الفرنسي، اثنين مهمين جدا. وقلنا قدام وبرده زاها البديل بتاعهم بيلعب في كريستال بالاس اللي هو الجناح الوينج، واحد من افضل اللعيبه، هنتكلم على الرباعي ده تحديدا. اول لاعب معانا نيكولاس بيبي، نيكولاس بيبي لعيب خطير خطير خطير، لعيب مهم جدا اهو.
نيكولاس بيب ده يمكن ابرز اثنين في التصفيات، جوناثان كوجيا اللي هو المهاجم عنده 29 سنه بيلعب فين؟ في استون فيلا، جايب 9 اهداف في الشامبيونشيب، مساهم في اهداف يمكن هو سجل هدفين وصنع هدف. اما كورنييه ده البديل الرابح، ماكسويل كورنييه بيلعب فين؟ جناح ليون الفرنسي، ده البديل الورقه الرابحه بتاعتهم مع زاها، يمكن هو لعب مع ليون 27 مباراه جايب 7 اهداف وصنع 5 في التصفيات، احرز هدفين كورق وصنع هدف كبديل. دول ابرز اثنين لعيبه في التصفيات، لكن نيجي بقى لابرز اللعيبه بصفه عامه واللي هيكونوا يعني من اهم مفاتيح لاعبي منتخب كوت ديفوار اللي هو نيكولاس بيبي وزاها. نبص على الصوره اللي بعدها، نبص نلاقي الاثنين على طول. ويلفريد زاها قدامنا على الشاشه، 26 سنه بيلعب في كريستال بالاس، لعب 34 مشاركه، جايب 10 اهداف في البريمير ليج وعامل 10 اسيست. نيجي للثاني اللي هو اهم لعيب حاليا في منتخب كوت ديفوار، نيكولاس بيبي. ده لعب مع ليل الفرنسي كام؟ 38 مشاركه، جاب كام هدف؟ 22 هدف، ثاني هداف الدوري الفرنسي بعد مبابيه. عامل كام اسيست؟ 11 اسيست، يعني 12 يعني حوالي مساهم في 33 هدف في الدوري الفرنسي. نيكولاس بيبي واحد من اللعيبه اللي بتنتظرهم بطوله كاس الامم الافريقيه المقبله. لعيب مميز قوي زي ما قلنا، بيلعب في ليل الفرنسي، لعيب تحب تتفرج عليه، مهاري، هداف، جناح مهم جدا. واعتقد ان هو بعد البطوله هينتقل خطوه كمان اعلى من ليل، هو اللي قدامنا على الشاشه بيلعب في ليل الفرنسي. لعيب مميز زي ما قلنا، بيلعب في ليل، عنده 24 سنه بس، وهو تاني، هو ده اللي معاه الكوره اهو وبيسجل. هو لعيب جناح مميز جدا، وهو من اللي هتبقى من اللعيبه اللي لها دور مهم قوي مع منتخب كوت ديفوار. نركز مع منتخب كوت ديفوار لانه مره ثانيه مش واخد حقه اعلاميا. نيكولاس بيبي لعيب مهم جدا، ثاني هداف الدوري الفرنسي. وبالمناسبه ماكس جراديل اللي هو الجناح الثاني برضه من هدافين الدوري الفرنسي، جايب 11 هدف. يعني هم عندهم اثنين من هدافين الدوري الفرنسي. منتخب كوت ديفوار اللي قدامنا على الشاشه لعيب مهم. ليه بقى لعيب مهم كمان؟ لانه اغلى لاعب في منتخب كوت ديفوار اللي هو اللي قدامنا على الشاشه نيكولاس بيبي، قيمته التسويقيه كام؟ 58 مليون يورو ونص. منتخب كوت ديفوار ثاني اغلى منتخب في البطوله بعد منتخب السنغال، ثاني اغلى منتخب في القيمه التسويقيه. اللي قدامنا على الشاشه نيكولاس بيبي اغلى لاعب، 58.5 مليون يورو. اللاعب الثاني وهو زاها، زاها برضو من اللعيبه اللي هو ثاني قيمته التسويقيه 40 مليون يورو ونص. لعيب مميز قوي اللي قدامنا على الشاشه نيكولاس بيبي، واللعيب الثاني المميز زاها. زاها زي ما قلت لحضراتكم اعتقد ان هو هيبقى ورقه رابحه، لان هو الراجل المدرب بتاع كوت ديفوار بيحب او بيفضل زاها، بيفضل ماكس جرادل. فماكس جرادل لما يبدا ممكن يكون زاها ورقه بديله، او ممكن يلعب الثلاثه مع بعض ويكتفي باثنين ارتكاز في بعض المباريات السهله، لكن كان في التصفيات بيعتمد على 4-3-3. ونيكولاس بيبي اللي قدامنا على الشاشه تلاقيه يمين ماشي، تلاقيه شمال ماشي، يعني تلاقيه بيسجل بيمينه ماشي بشماله ماشي، ما تعرفش اذا كان هو بقى يعني بص هو قدمه الاساسيه هي اليسرى، ولكن هو بيمينه ماشي وبشماله ماشي ما شاء الله. لعيب مميز جدا نيكولاس بيبي، جناح منتخب كوت ديفوار. زي ما قلنا نقاط القوه عندهم عشان نشوف ازاي هم سجلوا الاهداف، هنلاقي ان رقم واحد ان اول في نقطه قوه المدرب بتاعهم قلنا ما خسرش ولا مباراه من 8 مباريات مع منتخب كوت ديفوار، ودي نقطه قوه مهمه جدا. النقطه الثانيه قلنا عندهم اجنحه قويه جدا زي نيكولاس بيبي، زي ساها، زي جرادل، ثلاثه قويين جدا. عندهم مهاجم جوناثان كوجيا، مهاجم قوي جدا بدنيا، مهاجم استون فيلا من هدافين التصفيات مع منتخب كوت ديفوار، مساهم كتير بشكل مميز جدا في اهداف في التصفيات. هنبص ازاي اما اللي قدامنا على الشاشه، يمكن احنا لسه كنا بنتكلم عنه، اللي هو اللي قدامنا على الشاشه جوناثان كوجيا مهاجم استون فيلا اهو، هو الطويل القامه ده اللي جاي من ورا بتتلعب له عرضيه وبيسجل، مهاجم هداف خطاف قوي طويل القامه محطه. على فكره منتخب كوت ديفوار من اكتر المنتخبات اللي بتعتمد على التحضير في وسط الملعب تمريرات، لانهم بيلعبوا بثلاثه ارتكاز دايما، يحضروا بثلاثه ارتكاز ويديك تمرير طولي لونج باص في ظهر المدافعين. فمن اللعيبه اللي هي بيعتمدوا عليها في التمرير الطولي جوناثان كوجيا. ليه؟ لان هم دايما لعبوهم تمرير طولي، فمحتاجين مهاجم محطه زي الراجل اللي قدامنا على الشاشه ده بيحضروا عليه الهجمه من تحت. لما نيجي نبص بقى ازاي هم بيسجلوا الاهداف، نجيب ازاي هم سجلوا الاهداف، هنبص نلاقي منتخب كوت ديفوار زي ما قلت لحضراتكم بيعتمد على التمرير الطولي. نقطه التمرير الطولي مهمه جدا، يعني نقطه التمرير الطولي في منتخب كوت ديفوار نقطه مهمه قوي اهي. 4 اهداف في التصفيات من تمرير طولي، اسلوب الايه؟ اللعب المباشر.
ثلاثة كرات عرضية من الجبهتين، والاثنين دول بيأكدوا خطورة جوناثان كوجيا، ان هو معاك مهاجم محطة بيعتمد بيقدر يحضر الهجمة، وبتقدر ان انت تعمل له كرات عرضية من الطرفين. ضربات ركنية، منتخب زي كوت ديفوار بيعتمد على التفاصيل الصغيرة اللي هي زي ما شفناها في كاس العالم، ضربات الركنيه خلصت مباريات مع منتخب فرنسا ومنتخب انجلترا. منتخب كوت ديفوار مميز بالحته دي، وكان المدافع بايلي مميز بيها، واعتقد ان مدافع كومارا مدافع الوداد ممكن يعوض اريك بايلي في النقطه دي. تسديدات هدفين واثنين خطا من حارس المنافس. نشوف بقى على طول نقاط الضعف في منتخب كوت ديفوار، ازاي هم استقبلوا الاهداف. هنبص ان هم هنلاقي ان هم عندهم مشاكل دفاعيه في التمركز الدفاعي ما بين قلبي الدفاع. ساعات كده تلاقي كره عرضيه تلاقيها خبطت، ده مثال للتمرير الطولي اللي احنا اتكلمنا فيه. ادي التمرير الطولي، هم بيحضروا منتخب كوت ديفوار نقاط قوتهم في وسط الملعب، وبعد كده يديك تمرير طولي اهو، ادي اللعيب اللي عليه الدايره ده اللي هو ايه، ده هيديك تمرير طولي في ظهر الايه الدفاع، ده الجناح اليمين ده اللي هو نيكولاس بيبي بتتلعب له، هو اللي عليه الدايره دي اهي نيكولاس بيبي بتتلعب له تمرير طولي في ظهر الدفاع. لو جبنا الصوره اللي بعدها هنلاقيه ايه راح، يعني راح اهو نيكولاس بيبي بقى فين، راح انفراد بالايه بالحارس المرمى، فدي بيأكد لك التمرير الطولي. نشوف بقى نقاط الضعف، ازاي هم استقبلوا الاهداف. هنبص نلاقي ان منتخب كوت ديفوار بيستقبل اهداف زي ما قلت لحضراتكم، عندهم الاثنين اللي قلبين الدفاع اي كره عرضيه تحس ان هي لما تجيلهم بيقلشوا شويه، خاصه مع غياب اريك بايلي هتبان اكتر. النقطه الثانيه عندهم حارس المرمى حارس مازيمبي عنده نقطه ضعف في الكرات العرضيه، بعض سوء التقدير او بيخرج بشكل خاطئ على الكرات العرضيه في بعض المباريات، وده اللي بناكده بصوره كيف استقبل منتخب كوت ديفوار اهداف في التصفيات. قلنا الحارس المرمى، قلنا التمركز الدفاعي، النقطه اول حاجه تمركز دفاعي بشكل خاطئ، ثلاث اهداف كره عرضيه من الجبهه اليسرى، وعندهم مشكله في الجبهه اليسرى، يعني الباك ليفت عندهم نقطة ضعف منتخب كوت ديفوار الوحيدة من وجهة نظري الكبرى، يعني هي الباك ليفت الظهير الأيسر. عشان كده لو احنا لعبنا منتخب كوت ديفوار أعتقد إن محمد صلاح هيكون له دور مهم قوي، لكن على الباقي أعتقد إن هو منتخب متكامل ما فيهوش نقطة ضعف غير النقطة دي، إلا بقى لو مدرب منتخب كوت ديفوار حلها ودفع بسيرجيو ري اللي هو الباك اليمين بتاع توتنهام حطه كباك ليفت. نقطة التسديدة اللي احنا قلنا عليها، لو بصينا على الصورة اللي بعدها هنلاقي إن الحارس مازيمبي خرج بشكل خاطئ، سوء تقدير في الكرة العرضية زي ما احنا شايفين كده أهو، خرج بشكل خاطئ في الكرة العرضية. يمكن احنا كده اتكلمنا على نقاط القوة والضعف في المنتخب كوت ديفوار، ودلوقتي هننتقل للمنتخب الثالث معانا منتخب جنوب